لأن نقلت آمين. فلنشكر سامع خيرات رحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سفرنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا أتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب إله الضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أهل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وخبرتنا إليك، أشفقت علينا وعاضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. لا تمكننا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر نحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود طريق بك معه مع روح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان ولظاهر الدول. آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك امحو إثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني، لأني أعاف بإثمي وخطياتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت وشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب بيس حكمك، لأني أنزل بالإسم حكم ربي في الخطايا ولذات نومي، لأنك هكذا قد أحلمت الحق إذ أوضحت بي قوامك حكمتك مستوراتها، تطرح علي بزفاف فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السر، تسمع سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف واكرم عن خطاياي، امحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجر خلاصك وبروحك آسع عضدك، فعالم الأثم ترغب والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمك تسبيح، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح صح، القلب المنكسر والمتواضع لا يرسله الله، أنعم يا رب بنصرتك على سهيهم، ولتبقى أسوارهم شهيد، حينئذ تسرب ذبائح عدد القربان والمحرقات، حينئذ تقربون على مذبحة العجول الجديد وياه. شوي صينا بشوي صينا أمين للهي أخذ فعال بفيوتي ببشيري نبدا ما يسوى أبو نوتر أمين سكسى بدري كأي وكأقلماتي كانين كأي كإستوس الصلامية تسبحات صلوات الساعة التاسعة من النهار المبارك قدم المسيح ملك ولا أرجونا في إخدائي التي المزامير معلمنا داود النبي بركات علينا أمين. شويس زكساس يوثيو سيمون قدوس 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 وصف بشارة الإنجيل المقدس لمعلمنا ماري لوقا البشير ودي بن ستار بركاته علينا أمين. مرحبا
بسلام تنشمك بخرسوس الكفر الرسوس نبي بما يسوى في أكي أكسوت يأمون غينان فضل الزعر التاسعة من أجل أن نحن قطاع من حواسنا الجسمانية أيها المسيح لنا وكنا نوصل قدامك يا رب كولك فاهميني أنت تكون تبقاتي إلى حضرتك كلمتك حيني سبتي جاي وكي عقل أنا أستمر في هذا الباب عندما على الصليب وفي الساعة التاسعة وضيف أجلس المسلوب معنا بدخل الفردوس لا دخل عن أي أساء أكرز من الطار بالقدس نفسي ودي فامي وجعني شريك من نعمة أسرك محيا لكي ما زلت من أحسناتك وقدم لك تزرع بغير فطور مشتاق بها قدم كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا ورد من البتور من الدين وحتم التصر أيها الصار وقفت معكم وما تكزرت الكامل بكيامة لا تقل عنا الله الذين كبرتم بيدي إذا المحبة تكفشها يا الصلاة تنور التلك وشفاء من أبنا نجينا يا ملتنا نجي يا الله نجي يا مخلص شامل فولا لا تتركنا أن تدور من الدار ولا تنقض عادك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وصحاك عبدك وسرور كديسك إليك يا إليك لما أبصر الناس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد مكانة الشمس أخفت شعاعها على الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من كبل إلى اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك يا الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالدة الحمل والرأى مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويبكى يا أما العالم فيفرح لقبول الخلاص وما شافت التابع عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين كريا ليسون 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 كريا قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآن ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله قواتك معنا لأنه ليس لنا معين في شدائنا وإنقاذنا سواك حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا في اسمك القدوس الذي دعى علينا برحمتك يا رب ولازم خطايانا اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام عالمي وشهوات جسدي إلى تذكر أحكامك السمائية كمل لنا محبتك البشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامنا إن احنا نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا ما خرجنا من هذا الجسد نحصل مع السيدين المستحقين لإعلان ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا
ونصبر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابتل عنا كل قوة المعاناة وجميع جنوده الردي كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليب المحن. اقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت نص اليمين وأنت معظم عن عود الصليب. أنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيد إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد آمين. صاصيو ثيوسيوم القدوس قدوس قدوس فصل البشارة الإنجيل المقدس لمعلمنا ماري روح البشيرة بزطار بركاته علينا. ولما قام المجمع دخل بيت سمعان وكانت حمات سمعان بهمة شديدة فسألوه من أجلها فوقف فوق منها وزجر الحمى وفتركتها في الحال قامت وخدمتهم. عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة كانوا يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم أن تقول لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح والمجد لله. والمجد لله دائما أبدين أمين. لكم الخلال الله بالسلام. تنوشت مطبخ إسوس بكتون أغاثوس ابن ما إثوى جي أكي أكسوتي أمون نينان. إذا كان الصديق بالجود يخلص فأين أظهر أنا الخاطي سقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر لأني أنا ذا بلا سامح بلبي وبالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارقا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اسرع لي يا مخلص بطل أحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رفتك التي لا تفرق، فلا تتخلي عن قلب خاشع مفتكر مفتقر لرحمتك لأني لك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعو لك ابنا، بل اجعلني كأحد وجراءك. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيئة بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي أسباب التوبة يا سيد العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفى، وإياك أدعو أن تساعديني لا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولما أمرت الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم أغلقي، لا يبتلوا نفسي يا عروس بلا عيب الخطأ الحقيقي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا أمين. كريا ليسون 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 Creation. قدوس قدوس رب السباقوت السماء والأرض مملأة من مجد وكرامة. ارحمنا يا الله الآباب الكل
ويغفروش قدوس الحمى أيها الرب إله قوارة المعنى لأنه ليس لنا محيط في شرائم وتقادر سواك حل وغفر واصفح لنا يا الله سيئاتك التي صنعناها بإرادتك والتي صنعناها غير إرادتك التي فعلناها معرفة التي فعلناها غير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا في اسم القدوس الذي دعا علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا مذنبين اليك لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا عبر هذا اليوم بسلام أتيت بنا المساء شاكرين جعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن نجينا من حيل المضاد اقبل سائر خاخ المصيبة لنا هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلاما غير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال نجتازل أيضا بسلام وعفاف ننهض بالتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك والمبتدئ والروح القدس المحب سواك الآن وكل أولانا ظهر الدور أمين بشوي صينا وأنا بشوي صينا أمين الليل وياخي نفران من فيوت المشيري لكي فلما يصواب ونطرد أمين زك سابت ريكا إيكا بدمات كانيكا إيكا إسوس والسلامين تسرحات صراوات النوم من النهار المبارك للمسيح ملك الأرض وأنا في ختام ترتيب مزامير وعلينا لو جلنا ببركات علينا أمين. زكساس يوثيوس يمون قدوس 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 فصل بشارة الإنجيل المقدس معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بورا تقيم وتوقين تحت إسرائيل والروح القدس كان عليك وأن قد علم بحر من الروح القدس أن نور العلم والقدر عن المسيح الرب فأقبل بالروح الهيكل وأنا بأخلب الطفل يسوع أباه ليصنعه كما يفو الناموس حمله وسمعنا نزراعي وبارك الله قال أنا ستطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن أنا إقدار صرت خلاص الذي اعتدى قدام جميع الشعوب نور تجري لهم لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبدين أمين لكم صلى الله بسلام تنشطك بخريستوس بكتنا الرسوس بالنما يسؤوات جئك يا أكسوتي أمنا إيمان هو ذا أنا أعتيد أن أكفر من الدين العائد المرعوباً ومرتعباً من كثرة ذنوبي لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهاضي من ركاد الكسل وتضرع المخلص بالتوبة إلى الله مرحمني وخلصني If life were everlasting and this world ever existing, you would have an excuse, O my soul. But if your wicked deeds and ugly evil were exposed before the judge, what answer would you give where you are lying on the bed of sin, negligent in disciplining the flesh? O Christ our God, before your awesome seat of judgment I am terrified, and before your council of judgment I submit. And from the light of your divine radiance I tremble. I, the rich and undefiled who lies on my bed, negligent in my life. But I take example of the publican beating my chest and saying, O God, forgive me and have mercy on me, a sinner. أيتها العذراء الطاهرة زبيل يزلك السيئين معونا لعبدك وبعد يوم واجل أفكار رديئة عني وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في صوبات عميق فإنك أم القادرة رحيمة ومعينة والدتي ينبو الحياة ملكي وليس المسيح رجائي نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا أمين كريا ليسون 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 كريا ليسون
يا رب جميع ما اختارنا به اليك في هذا اليوم كان بالفعل او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس فاصفع واغفر لنا من اجسامك القدوس قصار عقوق البشر انعم لنا اللهم بيد السلام هذا النوم طاهر من كل قلب اغسل لنا ملك السلام اللي يحفظنا في كل شر كل ضرب وكل دبيره العدو بنعمه رفعت محبه البشر ادوات بابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي تقبليه يليق بك معه المجد والاكرام والعز والسجود يليق بك معه مع روح القدس ونحن نساوي لك الان وكل اوان الظهر الدور كلها امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعه في السماء وعلى الارض اسجد له مجد المسيح بن الصالح الطويل الروح يسير الرحم يزيد التحنن الذي لا يشاء موت الخاطب سلام له ادعى كل الخلاص يا رب اكرمنا في هذه الساعة كل ساعة بالبطل نجينا من كل حزن رديء وأربع قلب وحيطنا ملائكة القديسين نصل اتحاد الإيمان إلى معرفة مجدك غير المحظوظ وغير المحدود في نفسك مبارك أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن ندخل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك بس عايز اقول حاجة في الاول ان احنا صلينا 9 غروب النوم علشان بعد الاجتماع باذن الله الشمامسة يصلي التسبيحة بعد كده نصلي مساء الاحد يعني بعد كده خلصنا العبية فاضل نصلي التسبيحة وبعد كده نصلي مساء الاحد بعد الاجتماع بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا مبسوط ان انا اجتمع معكم النهارده ويمكن ده ربما يكون اول لقاء مع شمامسة نجم كلهم فاللقاء جه متاخر لكن ربنا يكون
لبداية للقاءات أخرى متعددة. أول نقطة أنا بس عايز أوضح أن خدمة الشماسية هي مسؤولية ووزنة وليست مجرد بركة. يعني أحيانا نرسل أطفال كتير شمامسة وبعدين يوصلوا لسن المراهقة ويبطلوا يلبسوا وبعدين يكبروا ويتجوزوا ويبقى عندهم ولاد ويجوا الكنيسة بس برضو ما بيخدموش. فلما نيجي نروح نزور حد في الافتقاد مثلا وبعدين واحد يقول لي أنا مرسوم شماس 30-35 سنة فأقول له طيب ما بتخدمش الشماس لي خلاص يعني أنا أخذت البركة يعني غير بقى كيف يخدم. المفهوم ده غلط. الشماسية دي مسؤولية ووزن ربنا اداك الوزن دي. هيجي ربنا في اليوم الأخير يقول لك اعطي حساب وكذا. ومن ضمن الحاجات اللي ربنا هيحاسبنا فيها هيقول لك انت ترسمت شماس، انت ترسمت أبسلطوس، هل انت قمت بدورك كأبسلطوس في انك تتعلم ألحان الكنيسة وتسبح في الكنيسة وايضا تحافظ على هذا الدراسة وتسلمه من جيل لجيل؟ انت ترسمت أغنسطس، هل قمت بمسؤوليتك؟ هل كنت وكيل أمين حكيم؟ في قريت الكتاب المقدس ده في الوصية بنقول لأغنسطس ادرس واحدا فواحدا من فصول الكتاب المقدس. أنا عايز أسأل الأغنسطسيين الموجود معانا، هل أنت درست واحدا من واحدا في فصول الكتاب المقدس زي ما تقال لك يوم رسامتك؟ وهل لما أنت بتقرأ فهم اللي أنت بتقرأه؟ وهل تستطيع أن تشرحه؟ لأن الأغنسطس يقول لك يقرأ ويفسر الكتب المقدسة وهكذا. فدي مسؤولية ودي وزن. وكثير من البيرنتس يحب ولادهم يترسموا شمامسة ويجيبوهم مجرد عايز يفرح ان ابنه ترسم شمامسة بدون ان يدرك ان هو بيحمل ابنه مسؤولية. ولو ابنه خد الوزن دي واهمل فيها هيبقى مهمل في وزن ربنا اتمنه عليه. فاللي منا اباء لازم يفهم ولاده دي مسؤولية ودي وزن. ربنا هيسألنا في النوم الأخير اعطي حسابي وكالتك. اوعى بس تبقى فرحان انك تخلي ابنك يترسم وفرحت بالرسامة وان لبس الدنيا، انما ماذا فعل في الأمانة وفي الحكمة في استخدام الوزن؟ لأن ربنا دايما بيشترط شرطين في استخدام أي وزن. يقول من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ يعني عشان تستخدم أي وزن في أمانة وحكمة. طب تعالوا مثلا ناخد كده رتبة رتبة مثلا الإبسلطوس، هل في أمانة في حفظ الألحان والتسبيحة والحفاظ على التراث؟ هل بنحفظ الألحان؟ هل كل الأبسلطوس يجتهدوا؟ ده احنا كنا حاطين عندنا في الورشية شرط عشان واحد يدرس أبسلطوس يكون حافظ على الأقل مردات القداس باستثناء يمكن زي طيشوري مرد كبير او كده، انما مردات القداس كلها سهل المفروض يكون حافظها. فجأة كده لقيت ان المردات اختزلوا الى 5 مردات. الشعب يقول لي كده، يقول لي يا سيدنا انا ابن حفظ ال5 مردات المفروض يحفظهم عشان يترسم أبسلطوس، ما اعرفش من اختزلهم الى 5 مردات. بالرغم على الويب سايت بتاعت الدايسيس مكتوب يبقى حافظ كل المردات. الأغنسطس مثلا هل هو امين في القراءه جيده؟ لما تقرا نحمية اصحاح 8 وتشوف ناس قروا، يعني اقول لكم كده على كام ايه في نحمية اصحاح
8 تبين لكم قد ايه القراءه دي مهمه ومسؤوليه للي بيقرا. احيانا اللي بيقرا ده بيقرا محدش فاهم منه حاجه، يقرا لنفسه يبقى قاعد كده بيقرا كده بهدوء وبصوت واطي وبالتفاتي كانت مش فاهم حاجة. انت مش بتقرأ نفسك، انت بتقرأ للآخرين. اللي يقرأ ده لازم يكون فيه ثلاث حاجات على الأقل. الحاجة الأولى بصوت عالي وببطء، وبعدين بيعطي الفهم. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان كلمة الله. شوف محامي أصح 8 يقول إيه؟ يقول عدد 8 يقول وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيانه وفسروا المعنى وأفهموه من القراءة. يعني ببيان، يعني إيه ببيان؟ يعني بيبين المعنى. بالإنجليزي يقول لك and they gave the sense, they gave the sense. وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيانه وفسروا المعنى وأفهموه بالقراءة. في ناس لما يقروا حتشفهم خالص، يقرأ بسرعة وبصوت واطي. وتعرفين مثلا قراية السؤال غير قراية الجواب. يعني مثلا فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوته. دي آية 10 من إصحاح 8 من نحمة. تخيل بقى لو أنا قريتها بالطريقة دي. فقال لهم اذهبوا كل السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم هو إنما هو مقدس لسيدنا. حاشا يفهم حاجة. فهل أنا يعني أمين في إن أنا بدرب نفسي على القراءة وأيضا الفهم؟ لأن لو الواحد مش فاهم هيقرأ غلط. يعني عندما بحكي قصة دي في عبرانيين إصحاح 8 حسب التمارس، لما بيتكلم على العهد القديم والعهد الجديد، فبيقول ولا يعلم كل أحد ابن مدينته قائلا اعرف الرب لأن الجميع سيعرفونني من كبيرهم إلى صغير. هي في غلطة في القدمارس إن كلمة ابن بدل نقطة واحدة هي نقطتين، هي أين؟ فلو واحد بقى مش فاهم وما قراش عبرانيين 8 ومش فاهم بيتكلم على إيه، واخد بالك؟ بتتقري أغلب الوقت بالطريقة دي، أغلب الوقت بتتقري كده. ولا يعلم كل واحد أين مدينته. تعال فكر كده في المعنى. ولا واحد عارف مدينته فين، يعني بقى مستطيل. محدش عارف المدينة بتاعته بيت فيه. المعنى مش كده خالص. ده دليل ان هو عمره ما قرأ عبرانيين 8 ولا فاهم ايه اللي بيتكلم، الفرق بين العهد القديم او المعاهدة القديمة والمعاهدة الجديدة. فهو بيقرأ وخلاص. لكن لما يكون واحد قاري وفاهم الكتاب المقدس، عشان كده في ناس عملت رتبة اسمها اغنسطس، واحد يبقى قاري وفاهم. الإبدياكو. وهنا أنا عايز أتكلم على موضوع الإبدياكو شوية. يعني إحنا بقيت 3-4 سنين فاتت كنا بنرسم بس أبسلطس وأغنسطس، وبعدين لقينا إن إحنا عندنا زي ما موجود في أغلب الكنائس القبطية في العالم كله إن الرتب غير مفعلة. يعني اللي بيعمله رئيس الشمامسة بيعملوا أبسطس. الأبسطس من يوم ما يترسم يروحوا مدخلينه الهيكل ويوزعوا عليه أيها الفلوس قفوا وإلى شرق الزور. معرفش دي التقليد برضه دخل منين يعني. ويعني عشان يخرج جوه الهيكل ده المفروض يبقى دياكون كامل. فيعني أنا اجتمعت مع آباء الكهنة واجتمعت مع مجموعة من الشعب كانوا موجودين في مؤتمر يعني، وقلت لهم الحقيقة قصدنا على حاجة من حاجتي. يا إما نستمر في الخطأ اللي موجود ده،
الى المنتهى. وانا ما عنديش مانع طالما الكنيسة كلها ماشية كده خلاص، انا ما امشي زي الكنيسة، بس بالطريقة دي مفيش داعي ان انا اقعد ارسم ابسطس وبعد سنتين ارسم ابسطس، والسنة دي زي النهاردة بتاخد وقت طويل. فخلاص طالما الابسطس بيعمل كل حاجة، ليه بعد كده ارسمه اغنسطس وليه بعد كده ارسمه دياكون؟ هو بيعمل كل حاجة، يعني هو مش محتاج حاجة تانية. يا اما نفعل الرتب، يعني نفعل الرتب، يعني الابسطس يبقى ابسطس والاغنسطس يبقى اغنسطس واللي بزيادة بزيادة والزيادة بزيادة الى اخره. فيعني بعد ما ناقشنا الموضوع ده مع اكثر من مجموعة، مع الاباء الكهنة ومع ناس من الخدام ومع ناس من الأمهات بالذات كانوا في مؤتمر، الجميع أجمع إن لا، تفعيل الرتب دي حاجة كويسة إلا بعض استثناءات، يعني في ناس اعترض على الفكرة دي، لكن الأغلبية قالت تفعيل الرتب. فقلنا طيب نبتدي نفعل الرتب. وبيضوي إحنا ما عندناش فكرة الترقية، مش موجودة في الكنيسة، هي فكرة كل واحد بياخد فانكشن، يعني واحد بياخد فانكشن إن هو أبسطس، واحد بياخد فانكشن إن هو أغنسطس قارئ، واحد بياخد فانكشن انه مساعد شماس صديقه، واحد بياخد فانكشن انه دياكون. فكره الترقيه دي مش موجوده، يعني مين اقل من مين؟ قال الأغنسطس ده اعلى من الأبسطس. انا افرض موهبتي في الالحان، حافظ الحان كويس واقدر اقود الالحان، خلاص يبقى انا بالنسبه لي رتبه الأبسطس دي كفايه بالنسبه لي. افرض انا ما بقراش كويس بس بحفظ كويس وبقدر اقول الالحان، خلاص يبقى اخد ابسطس بس واكتفي بيها. فقلنا طيب خلاص نبتدي نفعل الرتب على الاقل يوم السبت بالليل في العشيه ويوم الاحد في القداس. يوم السبت بالليل في العشيه ويوم الاحد في القداس، ان الابسطس يبقى هم المسؤولين على الترنيم والالحان والتسبيح، والاغنسطس مسؤولين عن القراءه، ونبتدي نرسم ابدياكون، والابدياكون دول يخش يخدموا في الهيكل، لان احنا ما عندناش دياكون. هقول لكم ليه ما عندناش دياكون في البرشا. وانا عايز اسالكم سؤال، هو الابدياكون ده كولي ولا اختيار الانسان عايز يترسم؟ الدعوه ولا مش دعوه؟ يعني مثلا الكهنوت معروف ان دعوه، يقول ولا ياخذ احد هذه الدرجه الا المدعو من الله كما هو. طب هل الشماس الكامل ده مدعو ولا لا؟ وهل بياخذ دعوه ولا مش دعوه؟ لما تلاحظوا في طقس الشماسيه، في طقس رساله الابدياكون، يبتدي الاب البصف يقول ندعوك في كنيسه الله المقدسه امين. يبقى اذا هو دعوه يعني ما ينفعش واحد يقول لك انا عايز ابقى دياكون، زي ما ما ينفعش واحد يقول لك انا عايز ابقى قسيس، او ما ينفعش واحد يقول انا عايز ابقى اسقف، لان دي الدعوه. ما ينفعش واحد يقول انا عايز ابقى دياكون كامل ولا عايز ابقى ابدياكون، لان دي الدعوه. ومن هنا اتفقنا مع الاباء الكهنه انه في كل كنيسه يختاروا عدد معين اللي هو يكفي بخدمه يوم الاحد ويوم السبت في العشيه بالليل والاحد الصبحيه في القداس، ودول يبتدوا يعني يتاكدوا ان هم مستعدين ان يتحملوا المسؤوليه، مسؤوليه البدياكون بامانه وبحكمه. ودول قلنا من في حاجات كتيرة، مثلا علشان نقول دول كواليفايد اللي يترسموا بدياكون، زي الحضور. يعني قلنا مثلا كل السنة اللي فاتت حاضر على الأقل 80% من العشيات ومن القداسات، لو واحد مش مواظب ازاي يرسمه؟ وقلنا مثلا يكون فاهم المردات بتاعت الهيكل، ويكون مثلا فاهم ازاي يخدم في الهيكل، ازاي يمسك الشوره يقدمها لابونا الى اخره. وقلنا برضو مفروض يكون عنده خبره شويه في القداس، فاخترنا كتاب اللي هو المسيح في الافخارستيه بتاع بنا تدرس يعقوب، على اساس ان هو يذاكر الكتاب ده
يمتحن في هذا الكتاب على اساس هو خدمته كلها حوالين المذبح والافخارستي. زي ما الريكويرمنت بتاعت الابسرتوس اختزلت في خمس مرادات بس، بقت الفكره بتاعت الابيدياكون هو يمتحن الامتحان وبس، مش مهم اي حاجه تانيه، مش مهم يكون مواظب على الحضور، مش مهم يكون فاهم الخدمه في الهيكل ازاي الى اخره. وفكره انها دعوه ابتدى كل واحد عايز يبقى ابيدياكون، عايز يبقى ابيدياكون مجرد علشان احنا فاهمين انها ترقيه، فازاي يرقوا فلان وانا ما اترقاش، فانا عايز ابقى ابيدياكون. وفكره انها بقت دعوه ما بقتش دعوه، وفجاه هنلاقي كل الاغنسطس اللي هم 21 سنه ام اب كلهم تحولوا لابيدياكون، وفي ناس منهم عمرهم ما هيخشوا الهيكل يخدموا، ده باختيار. يعني مثلا القاده اللي بيرودوا اللي بيقودوا المرادات في الكنائس، طبعا بنشكرهم انهم حافظين وبيتعبوا في قياده المرادات، بس دول عمرهم ما يسيبوا الميكروفون وهيخشوا جوه. طب ده اترسم ابيدياكون ليه؟ الابيدياكون معناها هيخدم في الهيكل. طب ده اترسم ابيدياكون ليه؟ لان فكره الترقيه انا لازم اترقى. لكن عشان كده بقول فكره الترقيه دي فكره غلط. وبعدين للاسف، وانا بقول للاسف وانا حزين ان 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 ابتدى يحصل حتى غش في الامتحانات. يعني ابتدوا بدل ما يقروا الكتاب ويفهموه ويذاكروه، ابتدوا يعملوا الامتحان ياخدوا سكرين شوت من الاسئله. فلو 10 15 خدوا السكرين شوت هيعرفوا كل الاسئله، وابتدوا يدوروا على الاسئله والاجابات، ابتدوا يعملوا ملازم ويوزعوها مع بعض ويقروا ده الحاجات دي وينجحوا. واحيانا بيجيبوا الملازم دي بالاجابات اللي موجوده معاهم وقت ما هو بياخد الامتحان ويبص عليها ويجاوب، يعني حتى مش مدي حتى نفسه وقت انه يقرا ويحفظ. وانا بقول الكلام ده وانا متاكد ان انا بقول. طب ازاي واحد عايز يبقى ابيدياكون ويخدم في الهيكل يبقى جنب المذبح وفي نفس الوقت بيغش وهو خد الامتحان ده بيغش؟ ازاي؟ ازاي؟ فين الامان؟ من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على العبيد؟ ده غير كده الاعداد نفسه لخدمه الهيكل، الاعداد لخدمه الهيكل ما بقاش موجود. يعني اقدر اقول اكثر من 95% من اللي بيخدموا في الهيكل من الابيدياكون بيقولوا مرد اطلبوا لكي يرحمنا الله في وجود الاسقف غلط. ده حاجه المفروض تكون عارفينها. يقولوا ازاي؟ يقولوا سأل طب لكي الحمد الله اترأف علينا. معلش علشان يقولها بالضبط زي ما تقولوها. فيقول طب لكي الحمد الله اترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شرف الأسرار المقدسة المباركة، وأن يحفظ حتى قيام أبينا المكرم البابا الأنبا توادروس وشريك في الخدمة الصلية بين الأسقف أنبا فلان لمغفرة خطايانا. يعني إزاي بتقول أنه يحفظ حياة سيدنا البدر الأسقف لمغفرة خطايانا؟ الكلام ليس له معنى، بس هو مش حقيقة. هو ما حفظش، ما عرفش حتى إن دي بتتقال قبل ويجعلنا مستحقين. يعني هو المراد هنا بعد الصلاح عنا في كل حين تضاف وأن يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم البابا الأنبا توادروس وشريك في الخدمة الصلية فلان ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. يعني يجعلنا مستحق أن أنا أتناول عشان خطيئتي تتغفر، مش يحفظ حياة سيدنا البطرك والأسف عشان خطيئتي تتغفر.
بس ده اغلبكم بتقولوا كده، ولا بقول 95% انه عارف النسبه اللي بقولها دي صح. وابتديت الحاجات البسيطه حتى يمسك الشوربه، كان واحد يجيب الشوربه كده بس كده كده، انا افرض احط اي خمس قادي بخور، وانا بقى يعني ابقى ماسك المعلقه بتاعت البخور واعرف ازاي ادخلها، يعني مش عارف ازاي يمسك الشوربه صح. طب ازاي ده ابتديت انه هيخدم في ايه؟ هو مجرد عشان نجح في الامتحان او غش في الامتحان ونجح ينفع ليا ان هي تجيب امانه في الخدمه؟ فين المسؤوليه هنا؟ انا حكايه تفعيل الرتب، هل ده يعني مجرد تشدد او تزمت مننا في الابرشيه ولا لا؟ انا عايز بس اقرا معاكم في الابدياكم، الابدياكم بيساعد الشماس، فالابدياكم بيولع القنديل بتاع الشرقيه، المفروض بيولع الشمع بتاع الهيكل، بيولع الشوريا، بينشف الاواني، هو بيساعد الشماس الكامل. فشوفوا في صلوات رساله الابدياكم، وعلى فكره لما تدرس الطقس بتاع رساله الابدياكم يشبه زي رساله التاسيس، يعني حتى نفس الصلوات، يعني الطلبه الاولى ايها الرب اله القوات الذي اتى بنا الى نصيب هذه الخدمه الذي اقام عقل البشر، دي بالظبط اللي بتقال في رساله الكاهن وفي رساله القسط برضه، لان دي دعوه. شوف الطلبه دي يقولوا ايه؟ يقولوا انت الان ايضا يا ملكي اظهر وجهك على عبدك فلان الذي قدموه ليصير ابو ثياب بحكم التزكيه من قبل الذين قدموه في الوسط، يعني الناس اللي زكوه قدموه، لان دي دعوه. املاه من روح قدس لكي يستحق ان يلمس اواني الخدمه، وهشرح اواني يلمس اواني الخدمه، ويقف على ابواب الهيكل ويوقد سراج بيت صلواتك. يعني بنقول يا رب اديله نعمه عشان يولع الشمع اللي موجود في الهيكل ده، يلمس اواني الخدمه، يعني لما بينشفها برضه بيلمسها بالفافه، مش معناها انه يلمسها من غير الفافه، لكن قبل كده ما كانش بيسمح طبعا الابسطس ما يخشش الهيكل ولا الاغنوستوس، فهم غير مصرح لهم ان هم حتى ينشفوا الاواني بتاعت المسبح. اللي مصرح له ان ينشف اواني المسبح هو الابديان، ويمسكها بالفافه او بفوطه وينشفها. وبنطلب ان ربنا يملأه من الروح القدس علشان يستطيع ان يلمس الاواني دي وينشفها، وعلشان يوقد سراج بيت صلواته، يولع الشمع بتاع الهيكل ويولع قنديل الشرقيه. يعني الكنيسه بتطلب لكل واحد طلبه معينه علشان يستطيع ان هو يقوم بالخدمه بتاعته. انما احنا يعني الابسطس بيخش ويولع الشمع ويولع الشوريه ويشف الاواني وخلاص، يعني من غير ما بياخد البركه دي اللي احنا بنطلبها منه في الصلوات. فنفسي مفهوم الترقيه ده يتلغي من ذهننا. دي وظيفه، مسؤوليه، مسؤوليه. وكل كنيسة مش لازم كل واحد بأكثر من 21 باب ديان، مش لازم. يعني أنا كنت بتكلم على باقي الكهنة، قلت لهم فرضا لو في دير الرهبان اللي فيه مثلا في 25 واحد ينفعوا يبقوا أسقف، يروح يرسم كلهم أسقف بس مجرد عشان هم ينفعوا يصلحوا يبقوا أسقف؟ لا، لما بيحتاجوا بيرسم. فرد مثلا في كنيسة من الكنائس عندنا خدام ممتازة، فعندي مثلا في كنيسة دي 30 واحد ينفعوا بالكهنة، نرسمهم كلهم كهنة؟ مش معنى ان واحد meets the qualification بتاعة ان هو يبقى بدياكون يترسم بدياكون، مش معناها كده. انما انا بشوف احتياجي ايه في الكنيسة هنا، ودول بس اللي يترسم، لان دي دعوة، دعوة مش مجرد واحد عايز يترسم بالدياك. انما بخش كنايس الاقي كلهم بالدياك، طب وبعدين؟ وهنا انا بنتكلم على المسؤوليه بتتطلب امانه وحكمه. هل انا مثلا كبدياك عارف دوري كشماس في الهيكل او مساعد شماس في الهيكل؟
عارف دوري في الحفاظ على الهدوء والنظام في الكنيسة. يعني تلاقي مثلا كنائس عندها بيتاكل كتير قوي قوي، وبعدين راحوا عاملين لجنة نظام. يعني احنا ابتدى يعني الرتب تحل محلها لجان اخرى. يعني بدل الابسلطس بقى عندنا كويس، وبدل الاخنسطس بقى عندنا خدام مدارس احمد، وبدل الدياكون بقى عندنا اشرس لجان نظام. طب ما نخلي كل واحد في دوره. يعني طالما انت رسمت كميه الدياكون كفايه او الكنايسه فيها كميه الدياكون، يبقى هما الدياكون دول اكشلي الناس هتخش منهم الهيكل والباقيين يمسكوا النظام في الكنيسه. ده دي مسؤوليتهم، ان هما يقفوا على الابواب، ولما يكون حد بيصرخ ولا صوته عالي ولا بيتكلم، دي مسؤوليتهم يحافظوا على النظام. ايه فرحه ان انا زي النهارده مثلا عندي 30 40 ابيدياكون واقفين هنا والكنيسه دوشه. طب فين دور الابيدياكون هنا؟ فين دور؟ ما ده دور ان نحافظ على الهدوء في الكنيسه والنظام في الكنيسه. اما بقى ليه احنا ما بنرسمش ابيدياكون عندنا في الابرشيه؟ انا حاجه مش ضد الفكره، بس برضو عايز افعل الرتب. يعني للاسف في اماكن كتيره الدياكون الكامل ده مجرد واحد بيكون يعني راجل له وقار وقبول عند الناس بيرسموه عشان يساعد في التنامل، لان الدياكون ممكن يناول الدم. وطبعا ان يناول الدم دي بركه كبيره، يعني انا ما بقللش في الحته دي، ده كرامه وبركه كبيره. لكن الدياكون له دور في العمل الاداري في الكنيسه. يعني خدمه الدياكون زي ما نقراها في اعمال سته، اللي هي خدمه اخوه الرب، خدمه الارامل والايتام والفقراء والمحتاجين، دي المفروض خدمه الدياكون. احنا ده بنعمل لجان لمساعده اخوه الرب وما بقاش فيها ولا دياكون. والدياكون ده برضه المفروض بيكون مسؤول عن الامور الاداريه في الكنيسه. يعني مثلا المباني اللي الكنيسه بتقوم بيها، كل المنتنس على الكنيسه، لان هي مسؤول على الامور الاداريه. يعني المثلث الكهنوتي في كاهن مسؤول على الامور الروحيه والرعويه، والدياكون مسؤول على الامور الاداريه في الكنيسه، والاثنين ريبورت للاب الاسقف. بعدين النهارده زي كده فكره ماي وان بتنفر، الاب الكاهن مسؤول عن الحاجات الروحيه والرعويه، ومسؤول ايضا على الامور اللي هي الاداريه في الكنيسه كلها. طبعا الامور الاداريه دي بتستهلك وقت الاب الكاهن، وده بيبقى على حساب الخدمه الروحيه وحساب الخدمه الرعويه. مش كده الرسل كانوا واعيين قوي لما حصلت مشكله اداريه توزيع الاكل على الارامل بتوع اليونانيين؟ قال والله ينصح ان نترك كلمه الله ونخدم الموائد. دي مش انا مسؤوليتي ابشر بالانجيل، اكرز بالانجيل، مسؤوليه الخدمه الروحيه والرعويه، انما دي نعمل لهم شمامسه يقوموا بيها. فانا كنت يعني كتير بقول انا ما عنديش مانع نرسم دياكون لو الدياكون رتبته هتدفع، مش مجرد ان يساعد في التنامل، لكن لو رتبته هتدفع بمعنى يبقى مسؤول عن الخدمه الروحيه، وسوري مسؤول عن الخدمه الاداريه في الكنيسه كلها، مسؤول عن خدمه اخوه الرب والنيو كامرز زي ما الدسقريه عينت، انا ما عنديش مانع ابدا نعمل يعني نبتدي نرسم دياكون بالاضافه طبعا لخدمته في الهيكل والناول الدم. زائد الدياكون لابد ان يكون متفرغ تفرغ كامل، ما ينفعش يبقى دياكون بيشتغل ويخدم كدياكون او ترسم دياكون كامل، ما ينفعش. ده قوانين الرسل تقول ايما اسقف او قسيس او دياكون عمل بعمل من اعمال الدنيا يقطع، ما ينفعش. فالدياكون ده لابد يكون متفرغ مكرس تكريس كامل، يلبس ملابس سوداء طول الوقت زي الاب الكاهن كده. فهو ده دور الدياكون. لو احنا عندنا ناس والاباء كانوا يزكوهم، واحنا بنقول له ده مش معناه يمسك الامور الاداريه ينفصل عن الاب الكاهن، لا، ده في الوصيه اللي بتتقال له وتكون تابعا للقسيس. يعني بيتبع الاب الكاهن، بس الاب الكاهن بيديله ارشادات عامه
إنما هو اللي بيعمل كل الإكسكيوشن يعني، وبيعمل كل التنظيمات الإدارية. دور الشمامسة مهم جدا في خدمة الناس وأيضا في تمجيد الله والعبادة بالروح والحق، ومساعدة الناس في الصلوات، مساعدة الناس في الصلوات. الشمامسة لما يكونوا بيصلوا من قلبهم ويصلوا بالروح والحق، الكنيسة كلها تقدر إن هي فعلا تصلي. لكن لما يكون في عجب وتظاهر بيبقى ديستراكشن للناس، والناس ما بتعرفش تصلي. أو الشمس اللي يعني الشمس المفروض قائد، مش بس هو صوت المسموع، إنما بيقود علشان الشعب كله يقول. ولما تسمع بقى الشعب هو اللي بيسبح ربنا، زي مثلا لما كنا بنصلي التكبية دلوقتي، كلكم بتقولوا ثبات الكي وكرمات إيه المردات على القطع وكريا ليسون، كلكم صوتكم قوي وطالع بقوة، مفيش صوت واحد مميز فيه. كان جميل جدا، كان جميل جدا. ده مفروض كل مردات القداس تبقى بالطريقة دي. نقطة تانية يعني عايز أقولها بالنسبة للخدمة، في لويين إصحاح 10 في 4 من ولاد هارون اترسموا كهنة، ولكن ربنا زعل من 2 اللي هم ناداب وأبيهم وأماتهما، يعني يوم الرسالة بتاعتهم كهنة ماتوا فيه. يقول لك لأنهم قربوا أمام الرب النار الغريبة لم يأمرهما بها. دي مش قصة، بس أنا عايز أوصل هنا لما هما الاثنين ماتوا إيه اللي حصل. موسى، وقال موسى لهارون ولعازر وإيثمار ابني، يعني فضل موسى هارون كان عنده 4 أولاد، 2 ماتوا، في الاثنين التانيين اللي هما لعازر وإيثمار وأبوهم هو هارون. فموسى قال لهارون ولعازر وإيثمار ابني لويين 10 عدد 6، لا تكشفوا رؤوسك ولا تشق ثيابك لألا تموت ويسقط على كل جماعة، أما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لألا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليه. تعرفين خدمة العهد القديم بنسميها خدمة الظل، الظلال، لأنها رمز إلى خدمة العهد. قال لهم هارون 2 من ولاده ماتوا، قال له ما تخرجش عشان تدفن ولاده، بقيت شعب بني إسرائيل هيروحوا يدفنوه، ما تخرجوش لألا تموتوا، لأن ده مسحة الرب عليه. طيب إن كانت خدمة الظل لها هذه الكرامة، وزي ما بولس الرسول في عبرانيين بيقول من خالف ناموس موسى على فم شاهدين أو 3 يموت بدون رأف، فكم عقابا أشر تحسبون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الجديد الذي قدس به دمس وازدار بروحنا. ونقول الكلام ده ليه؟ إحنا كشمامس أحيانا ما نبقاش مدركين خطورة وقفنا في الهيكل وأمام المسجد. الكلام ده لما بنبعه، الضحك، الحركة الكتيرة، التلفونات ونبتدي نقرأ فيها، كل ده وقت القداس. هل ده يليق؟ يليق بالناس واقفة بتسبح ربنا زي المفروض يكون، زي الملائكة اللي واقفين حوالينا العرش الإلهي يقول لك إثنين بطون وجوههم وإثنين بطون أرجلهم ويطيرون الإثنين من أجل بهاء عظمة مجده غير المنظور ولا منطوق به. تلاقي مثلا خصوصا بيتشوفها مع الولاد الصغيرين خالص، زهق كده يتمشى ورجع تاني، يتمشى كده وراح لبابا ولا راح لماما ويرجع تاني. الشباب اليوث بقى يعملوا غير كده، يروحوا خارجين متقابلين بقى في الحمامات ولا مش عارفين، يقعدوا يتكلموا ويهاف فن وبعدين يرجعوا تاني.
مش عارف ازاي يبقى شماس بيعمل كده. ده ان كان هارون لما اولاده ماتوا موسى قال له ما تخرجش، كم وكم قداس العهد الجديد اللي نخرج ونتكلم ونتحرك. ده غير بقى الناس اللي بتيجي متأخر، الناس اللي بتيجي متأخر. وبعدين يقول لك انا بس جيت بعد عدد بعد تحليل الخدام بدقيقتين، او انا دخلت وانا كان بيقرا تحليل الخدام، اكأن كل الصلوات اللي اتعملت قبل تحليل الخدام دي ملهاش معنى. وبتكلم على انه هو متأخر بدقيقتين بس، هو مش تريان انه متأخر ساعة ونص. يعني قبل تحليل الخدام مفروض بنصلي صلاة باكر، بنقول سجود باكر، وبعد كده بنرفع رفع قرب باكر بياخد لها حوالي نص ساعة، ولو اضفنا نص ساعة اللي هي صلاة باكر سجود باكر قد ساعة، وبعدين المزامير، وبعدين تقديم الحمد وصلاة الشكر، كل ده ياخد ساعة ونص لغاية يعني تحليل الخدام. اوعى تفتكر انك لو دخلت وقلنا بقى تحليل الخدام يبقى من حقك انك تجيب الشمس. وبعد كده بقى يزعلوا او البيرنتس يزعلوا لو احنا جينا قلنا الولد مش يقلب الشمس النهارده، يزعل ويتخانق ويقول انتوا مالكم كده متشددين ومتزمتين وهتطفشوا عيالكم العالم من الكنيسه. لا الحقيقه انت لو ربيت ولادك كويس فهمتهم الكتاب بيقول من يبكر الي يجدني، والمزمور بيقول يا الله إلهي إليك أبكر، وخدت ابنك تجيبه بدري. الكنيسة عمر ما هيطفش من الكنيسة، إنما الطريقة بتاعتنا دي إن إحنا بنعتبر إن كل حاجة لينا حق مكتسب، أجي في الوقت اللي أنا عايز أجيه وأعمل اللي أعمله، وأبونا لازم يلبس ابني شماس. ده مش صح. يعني إحنا مش فاهمين. ايضا روح الصلاه في الكنيسه، روح الصلاه في الكنيسه، التسبيح ده عامل الملائكه، وبنقول اعطيت الذين هم على الارض تسبيح السرافين. هل احنا بنسبح ربنا كما يليق به، كما يليق به ولا لا؟ في أخبار الأيام الثاني إصحاح 5 وعدد 13 يقول ولما كان صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالأبواق والصنوب وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته أن بيت الرب امتلأ سحابه. يعني هنا بيقول لك لما صلوا مع بعض وصلوا بصوت واحد وكان هدف الصلاة تسبيح الرب وحمده، مش مجرد أن أنا I show off، تسبيح الرب وحمده، ورفعوا صوتهم بالصلاة أمام ربنا أن بيت الرب امتلأ سحابه. وده يبين إحنا لما بنيجي بنصلي فعلا بالروح وبنصلي إن إحنا بنقدس الرب وبنصلي لأن نديله التسبيح اللائق زي ما بنقول في قوم يا بني النور، أعطينا يا رب يغزى لكي نعرف كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التسبيح اللائق أو التمجيد اللائق. بيت الرب امتلأ سحابه، حلول مجد الرب، وربنا حمد وسط الشعب. فإحنا فعلا بنصلي وبنسبح ربنا واحنا شعرين ان فعلا ربنا موجود قصادنا واحنا بنسبحه كما يليق به. وهنا نقطة يعني برضو عايز اقولها، ان ربما وقت المرابعة يعني زي مثلا لما بتقولوا الزكسولوجيات اتسوكين اكتبوا بصين لبعض لانك بترمعوا، لكن بعد كده مفروض كلنا بتبقى بصين للمزبح. يعني لما يجي الشماس يقول الى شرق انظروا
والشمس لسه بصين تجاه بعض، وده مش صح. وانتوا مش ضمن الناس اللي سمعتوا التنبيه الى الشرق والزور، فالى الشرق والزور يعني كلنا شرق بتاعنا هو المزور. ده يقول في مؤامرات اسبوزيت اكيد انتوا مش حافظين مؤامرات الكبير، يقول ايها الكليروس وكل الشعب. فيبقى اللي هيتقال ده للإكليروس وللشعب مش للشعب بس. ارفعوا عيونكم نحو المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلهنا موضوعنا عليه. فكان بيقول أيها الإكليروس، إكليروس يعني كهنة وشمامسة وكل الشعب، ارفعوا عيونكم نحو المشرق لتنظروا المذبح. فزي ما احنا واقفين طول القداس باصين اتجاه بعض، طالما الذبيحة موجود على المذبح ده الشأن بتاعنا، كلنا نقف وننظر إلى المذبح ونصلي. نقطة تانية، نقطة التسليم. هل أنا زي ما حفظت ألحاني بسلم؟ يعني دي مسؤولية زي ما أنت تعلمت، مفروض تعلم. وأرجو أن يكون التسليم، تسليم الألحان وحسس الألحان ليس لها معلقة بس بالامتحان، لكن تكون حاجات مستمرة. يعني هل الولد اللي رسم أبسلطس ده وقف عند الخمس ألحان اللي هو حفظهم وامتحن فيهم وبس على كده، ولا بنسيبها لكل واحد ومهارته وحسب ما هو عايز يحفظ ألحان ولا ما يحفظش ألحان؟ وإيه دول أمناء الشمامسة في إن هم يتأكدوا إن في دروس ألحان لكل الأبسلطس اللي ترسم؟ هذا رسم بتاع 50 أبسلطس. هل أمناء الشمامسة بيهتموا بيهم، يفتقدوهم، يسألوا عنهم، يشوفوا حضورهم في حصص الألحان، وإن هم بيتسلموا يبتدوا يحفظوا الألحان السنوي وبعد كده ألحان المناسبات، ألحان الكبيرة، وبيتدربوا في الحفظ ولا لا؟ أيضاً التسليم في القيادة، يعني هل أنا كقائد بعمل صف تاني بعدي ولا لا؟ بحيث أن لو حصلت ظروف وأنا يعني ما بقتش قائد، هل هيوجد صف تاني ثالث ورابع بعدي ولا هيحصل استراجل في الكنيسة؟ أيضاً النقطة يعني برضو أخدم بيها التنسيق مع الأب. يعني أحياناً الشمامسة يفضلوا يطولوا في الألحان طويلة جداً، وأنا طبعاً يعني أنا شخصياً بحب الألحان فدي حاجة عامة ما بتضايقنيش، لكن الوقت كله بتاع القداس لازم يكون محسوب. فأنت مثلاً زي الصوم الكبير ممكن تبتدي تروح تقول هيتين الكبيرة بتاعت الهيتينية، تروح قال قريبة مفقي طويلة بتاعت الإبراكسيس، وتفضل عمال تطول في الألحان، وانت عندك هيتقال كمان مغالب وهيتقال ربنا شويس سيد خصوص ربنا يسوع المسيح صام عنا 40 يوم و40 ليلة. فتلاقي انت وخصوصا كمان لو في رسامات شمامسة، يعني النهارده رسامات الشمامسة أخذت حوالي 40-45 دقيقة، فتلاقي الوقت المتبقي للقداس بوقت صغير. فتلاقي أبونا عمال بيكر في القداس بسرعة علشان يلحق بس يخلص، خصوصا لو في شعب كتير هيتناول أبونا المحبو، هيناولهم كلهم جسد، هيناولهم كلهم دم، فبقاش في وقت إن أبونا يبتدي يقول مثلا جزء من القداس الأرجوري أو جزء من القداس الكرولوسي، أو يصلي كرولوسي كله أو يصلي الأرجوري كله علشان الشمس قعدوا يمطوا في الحياة. هنا مهم إن يكون في تنسيق بينك ما بين الأب الكاهن، يعني ما بين القائد الشمامسة وما بين أبونا، إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش. ودي نقطة مهمة عشان ما تقعدش يعني حالة من الحمل لغاية قراية الإنجيل تتقال ألحان كتيرة جدا ويفضلوا يطولوا فيها وما نقدرش مثلا نقول الأصمص مصدر. يعني الأصمص مصدر بتاع الصوم الكبير دي كلامها جميل جدا، الأصمص الأضام اللي هو لأنك لا تشاء موت الخاطئ. تخيل بقى لما أنا أخش الكنيسة وأسمع الشمامسة
بتفكرني أنك لا تشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع واحدا ردنا يا الله إلى خلاصك. أو الأسباسموس الأضامة، أنا أعرف أنك الواتس أفضل، أنا أعرف أنك إله رؤوب صالح رحيم أسكن برحمتك إلى الأبد. يعني الأولوية في المناسبات لأنحاء المناسبات، في أحيان تتقال في أي وقت، فأنت إدي أولوية لأنحاء المناسبات. لكن لما تعطوا بقى الألحان الطويلة الثانية مش هتقدر تدي نقول أسباسموس أضامة أسباسموس واتس، لأنه برضو أبونا مش عايز الناس يعني يطول. الناس اللي بتقول تشتكي بتسات طويلة مش عايزين يطولها أكثر من اللزوم. فهنا برضو مسؤولين الشمامسة أو اللي بيقودوا الحرس مفروض ينسقوا مع أبونا في إن هما إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، وخصوصا لما نيجي لليالي الأعياد. يعني ليالي الأعياد مفروض أو أي مناسبة أبونا هيصلي القداس ويصلي النبي الحضور، ففي حاجات تنسقها. يعني في حاجات ممكن تتقال يوم حد الزعف وما تتقالش أي أيام، أنا بتكلم عن حاجات السنة مش عن حاجة المناسبة. فيبقى دي أدي تنسيق ما بين أحد الإشعاعين وأحد الإيمان. علشان فاكر مرة من كام سنة حضرت ليلة عيد القيامة، فقعدوا الشباب سألوا مش عارف البولس الفراحي والفن كبير، وقعدوا يقولوا ألحان ألحان ألحان. أنا فاكر العظة بتاعت القداس ابتدت حوالي مثلا الساعة 11 وتقل. بعد كده طبعا القداس صليته بسيلي، صليته سريعا وبالكاد يعني ابتدينا التناول 12 ونص، ولهذا كان 10 دقائق. ما ينفعش، لازم تنسق مع أبونا علشان يعني القداس ياخد برضه راحته. يعني القداس المؤمن ده أهم جزء في القداس، ياخد راحته برضه في القداس. طبعا الكلام عن خدمة الشمسية كلام كتير، أنا الحقيقة حابب بس أتكلم موضوعات عامة وتنظيمية في اللقاء النهاردة. لكن أتمنى مثلا في زياراتي هنا المجمع مرة أعمل اجتماع خدام ومرة أعمل اجتماع شمامسة، وبالطريقة دي نقدر نناقش أمور تانية في خدمة الشمامسة بأكثر عمق وأكثر يعني تفصيل. وكان ليكم أسئلة نقدر نجاوب عنها لإله المجد الدائم إلى الأبد آمين. بس عندي سؤال على عن التوزيع. وقت التوزيع طبعا في ديبيت، لما حفظنا الحان طويله وعايزين نقولها الناس وقت ما بنقول الحان الطويله دي الناس بتفصل خالص، تقعد طول وقت التوزيع تتكلم ممكن. فازاي نعمل البالانس ده ما بين احنا نقول حاجه عربي او انجليش الناس تشارك معانا وبين الالحان اللي احنا حفظناها؟ بالنسبه لوقت التوزيع طبعا كل ما نخلي الناس تشترك معانا ده افضل بكتير. فأحيانا بيكون الوقت طويل، فهم بيلجأوا أنهم يقولوا ألحان كبيرة مثلا زي في الصوم الكبير ونشت المستريو. لكن أنا أفضل أن نبتدي أول طبعا بسبح الله، وأرجو يعني ما فيش ألحان بمعيدها أكثر من مرة أو أكثر من لغة غير أصمين توكيريو في صوم الرسول. والهدف من أصمين توكيريو بيتقال أكثر من لغة علشان التكلم بألسان، عشان كده بنقوله يوناني وقبطي وعربي وانجليزي نفس اللغه. انما احيانا يبتدي يروح يقول مثلا سبحوا الله بالانجليزي وبعدين يرجعوا يعيدوها ثاني بالعربي، التكرار ده ملوش معنى. لكن اتمنى ان نبتدي بسبحوا الله طبعا ده المزمور 150، وبعد كده نبتدي بالمدايح. والمدايح نشكر ربنا موجود على السكرين، ونشجع الناس ان هم يقولوا معانا. يعني اللقاء ده يشجع الناس يقولوا، بحيث اللي عارفين عربي تبتقولوا ربعين عربي وربعين انجليزي، اللي عارفين عربي تبقى الكنيسه كلها بتقول عربي وكل اللي عارفين انجليزي يقولوا انجليزي. وبعد ما نخلص لفتره خلصنا المذابح وابونا ما كانش لسه خلص، ممكن بقى نبتدي نقول مثلا لحن زي اغنيه المستريون او حاجه زي كده، لان ده مش كل الناس حافظاه. انما مثلا في الايام السنويه بيبقى الناس حافظاه، ابتديتوا في الكنائس بيقولوها بالانجليزي يعني الحانوها بالانجليزي، فدي ممكن الناس تشتري. يعني انا عايز اقول في الحان التوزيع
ندي أولوية للحاجة اللي الناس عارفها عشان تشتري، لأن البديل إن الناس هتتكلم. وأسوأ ساعة في الكنائس القبطية هي ساعة التوزيع، برغم دي أقدس ساعة. كمية الدوشة مع حركة الناس هما بيتناول مع كلام مع الناس بتبقى حاجة، يعني بيبقى زي سوق كده. لكن لو أنا ابتديت أقول الألحان أو المدائح اللي الناس حفظها وخليهم يقولوا معانا واشركهم يقولوا معانا، بالطريقة دي الدوشة هتختفي وقت التوزيع. فمهم جدا إن احنا نشرك الناس معانا، مش بس وقت التوزيع لكن في كل القداس، لكن وقت التوزيع له أهمية خاصة علشان نحافظ على الهدوء في الكنيسة. اتفضل. هم صغيرين بس سيدنا. حد ممكن فندي واحد. هم سؤالين يا سيدنا. أول سؤال كان حد سألني يقول ليه المنجلية القبطي اختفت من كنايسنا في أمريكا خصوصا في ناشفيل هنا؟ يعني في كنايس كتيرة مش بتوجه المنجلية القبطي ناحية الشرق زي ما احنا متعودين. هل ده يعني بقرار من نيافتك؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية برضو، كنا متعودين إن دورة رفع بخور والبولس والإبراكسيس بندورها بالصليب والبشارة. ناس كتيرة من مصر لما جت هنا علقت انتوا ليه بتمسكوا الصليب بس ومش بتدوروا بالبشارة؟ السؤال الثالث معلش يا سيدنا، طقس نياحة الصلوات بتاعت نياحة الشماس، هل الشماس من أول إبسلتوس ولا بس يقصد بالشماس؟ ليه طبعا صلوات خاصة في التجنيز ولا يقصد به الدياكون بس؟ شكرا. بالنسبة للمنجلية احنا للأسف برضو ما بتقراش الإنجيل قبطي، يعني احنا بنقرأ الإنجيل إنجليزي من حد بس ما بنقراش الإنجيل قبطي. لكن يعني طبعا أنا أحب إن احنا حتى لو ما بنقراش الإنجيل قبطي يبقى المنجلية القبطي موجودة، وزي ما أنت بتقول تبقى موجهة لناحية الشرق، فهو ده الطقس السليم. وزي ما بيبقى موجود في أسبوع الإعلام، ممكن الطقس ده احنا حافظينه بس في أسبوع الإعلام علشان بنقرأ المزامير القبطي وكده. لكن يعني يا ريت كل الكنائس تهتم بوجود المنجلية القبطي وتبقى موجهة ناحية الشرق، لأن هي أكشن كل القراءات المفروض كانت بتقرأ ناحية الشرق، لأن القراءات تقرأ بروح الصبر. هي اللي بتبقى موجهة للشعب ده، لو أنا مثلا كنت بنقرأ قبطي والشعب مش فاهم القبطي فبيفسر له باللغة العربية، فأنا اللي بفسر بترجم للناس فببص للناس، لأن دي ترجمة. إنما يعني الأصل أساسا يعني البولس والكاثوليكون والبروكسيس كل القراءات هي تقرأ بروح الصبر، فلأنها بتقرأ بروح الصبر كلها كانت تتوجه للواحد يصلي القبطي. والطقس ده موجود حتى في أسبوع الإعلام، يعني مثلا تيجي تقولوا إسبيتي أو تي أبستولي تبقوا على مجال القبطي باصين، أو براكسنتون يوم الخميس الكبير بتبقوا باصين ناحية الشرق، فهي القراءات كلها المفروض تبقى ناحية الشرق أكشن. فطبعا يعني يا ريت إنها ترجع تاني. بالنسبة لموضوع الصليب والبشارة، هو الحقيقة أنا اللي اتعودتوا عليه ده طبعا، لكن اللي الطقس السليم اللي موجود من زمان، وده كان موجود يعني وانا طفل صغير كنا نمسك الصليب بس. بس خليني اشرح، هو انت ليه بتمسك الصليب والبشارة؟ الشماس في كل مرضاته، ودي برضو احيانا بعض اللي بياكل برضو مش واخدين بالهم منه، ان طقس عشية ابونا بيبقى واقف زي ما كان في ختم الاجتماع مذبح البخور خارج قدس الاقداس، فما ينفعش ابونا واقف بره ويبقى الشماس واقف وهو بيرد المريضات من جوه. فالشماس بيبقى واقف ورا ابونا وماسك الصليب، يعني ابونا بيبقى واقف هنا بره بيقول ايش ليه، الشماس واقف وراه ورافع الصليب بيقول ايه ببروسيف كيس صليب، وهكذا. يقول ابونا صلاه الشكر، الشماس بيقول بروسيف اكساستي وطوب لك يرحمنا الله، وهو واقف بره. بعد كده خلصنا صلاه الشكر، فالشماس بيخش يجيب الشوريه لابونا، وابونا بيدخل وابونا بيضع البخور في الشوريه. وباي ذا واي برضه بياكل فيه مرد هنا
سرا للشماس. واثناء ما كنا بيقول اشيد البخور اشيد بخور عشيه او باكر او البولس او البراكسيس في صلب من اجل ذبيحتنا هذه والذين قدموه. كثير من الشخص مش عارفين حتى ان يوجد مرض دي ومن الابديات. ففي مرض هنا تطلب تقول سر اطلب صلب من اجل ذبيحتنا هذه والذين قدموه. المهم والشماس بيفضل ماسك الصليب وبيقول الاواشي صدقوه. ايه بقى موضوع البشاره هنا؟ البشاره اللي امسكها الشماس غير في اشيط الانجيل. لان هنا بيقولوا بقى صلى من اجل المقدس، فالشماس بيمسك البشاره. وكان في الاصل البشاره دي دقه تمارس اللي ابونا بيقرا منه. فبيعمل بعد دوره الانجيل جوه الهيكل بيفتح له التمارس ده ويقرا منه. لكن انا ليه بمسك البشاره؟ أقول لكم ابتدت إزاي؟ في لما ابتدوا يرسموا الأطفال الصغيرين أبسارتوس، فهم ابتدوا عايزين يشجعوا الولاد. فواحد طلعت في دماغه إنه واحد مسك الصليب، فجي واحد راح جاب عيل تاني، لأ والدين واقفين في الهيكل، قال له أنت هتمسك البشارة؟ ليه في صليب؟ وعدي ومحدش صلحه. وبيقطقس في الكنيسة بيقطعي الأرثوذكسية. إنما حكاية الصليب والبشارة دي لا هتلاقيها في الكتب ولا ليها شرح ولا ليها معنى. يعني أنا عايز بس حد يشرح لي إيه معنى، طب في أشيط الإنجيل ليها معنى، لكن إيه معنى الصليب والبشارة في دورة الدخول؟ بيقول لك علشان يكرزوا بالإنجيل. هناكش الإنجيل ما تكتبش غير لغاية آخر القرن الأولاني. الكراسة كانت بصليب المسيح. فلو حد عايز تتأمل فيها، طبعا في فرق بين التأمل والتفسير، عايز تتأمل فيها ما الكراسة كانت بصليب المسيح. العهد الجديد آخر سفر اتكتب فيه اتكتب في أواخر القرن الأول. فالرسل أكشن لما كانوا بيكرزوا وبولس لما كان بيكرز كانش العهد الجديد لسه اتكتب كله. فهما كانوا بيكرزوا ليه؟ لم أعزم أن أعرف شيئاً منكم إلا يسوع المسيح عليه المصلوب. كان بكرز بالصليب والقيام، دي كانت كرزة الكنيسة. عشان كده هو الصليب بس اللي هو بيتمسك في دور البخور. زي ما قلت على حاجة، في أحياناً حاجات تنتشر ولو الواحد بس ما لقطهاش بيقتص في الكنيسة بالطبع. يعني في حاجة ابتدت تنتشر أخيراً كده بقى لها كمين 5 6 سنين. وعرفش ايه الاصل يعني جت منين، بس ان تلاقي الشماس ابتدى يحط الصليب والبشاره في الناحيه الشرقيه من الهيكل، يحط الصليب على اليمين والبشاره كده على الشمال. ده مش مكان الصليب والبشاره، مكان الصليب والبشاره بيتحط على يمين المذبح من ناحيه الساوس من ناحيه. أنا معرفش ليه يعني مين اللي طلع فكرة إن يروح حاطط الصليب هنا وحاطط البشارة هنا من أول. بس خليني أشرح لكم القصة دي بسرعة. القداس في مراحل متعددة. في رفع بخور عشية وباكر إحنا واقفين كلنا خارج المذبح، كلنا خارج المذبح، وأبونا لما بيدخل المذبح بيدخل في البخور، يعني في غمامة أو سحابة من البخور وبيدخل المذبح بسحابة البخور دي. فدي بترمز إلى المسيح المحتجب في العهد القديم، وهو محتجب في البخور في الضباب في السحاب، واخد بالك؟ فده رفع بخور وعشية وباكر، فكلنا واقفين بره. يجي بقى وقت الحمل، هنا المسيح حمل الله الذي يحمل خطية العهد. فبيبقى الحمل هو اللي موجود وأبونا بيمسكه في رفع بخور سؤال في دولة الحمل يقول وأبونا مطايو إلى آخره. بعد كده بيبقى المسيح المعلم البروسفارين بتغطي بيه الخبز والخمر والقطمارس مفتوح، دليل ان المسيح دلوقتي وقت التعليم. والبشاره بتبقى موجوده هنا قصاد المذبح وعليها الصلب او جنبها الصلب.
احنا البشارة والقدمرس المفتوح المسيح المعلم لغاية قداس المؤمنين. فبنبتدي نقول بقى المسيح الذبيح بتترفع السرير. عشان كده بعد تقبلوا بعضكم بعضا يجي بقى ياخد الشماس وياخد البشارة ويحطها ورا الكرسي بتاع الكاس. ليه بيحطها ورا الكرسي؟ نحن مش بننصر من هيكل دلوقتي يعني مش خلصنا من شرف بنطبقها وبنشيلها، لا خليها معنا. ان خلاص فاكرين يوم ثلاثة البسخة سيد المسيح قاعد يقضي اليوم كله في التعليم وبعد كده يقول لك خرج وما رجعش للهيكل تاني يعلم. الأربع اعتكف فيه، الخميس قدم الفصح والإفخارستية وجمعة صلى على الصليب. فهنا زي ما المسيح خلاص بطل يعلم القطمرسات بتتقفل ما بتتسابش مفتوحة لغاية آخر القداس، والبشارة توضع ورا الكرسي بتاع الهيكل اللي خلاص دلوقتي المسيح الذبيح اللي هو جاء عشان يقدم نفسه الذبيحة. فأرجوكم مش عشان شفت حاجة في مكان تاني تروحوا مغيرينها. أنا بروح كنائس كتير أنا بتدري حطوا لي الصليب والبشارة من وراء المسبح يعني وراء الكاس من بداية القداس، معرفش من اللي اختار عليه. فبتنتشر وبعدين ما بتنتشر يبقى طقس. وهنا بنيجي نصلحه يقولوا انتوا ليه بتصلحوا الحاجة أو ليه بتعملوا حاجة غلط. أما بالنسبة لصلاة التجنيس فالشماس الكامل مش للأبصار تصرر ونص صلاة التجنيس بتاعت الشماس ده للشماس الكامل أو الأرش الديكون الفول ديكون أو الأرش الديكون، فدي بتقر على صلاة التجنيس. طيب فضل سلام يا سيدنا المشجعي ذكرت من شوية أنه في موضوع التوزيع بيكون من الأفضل إن احنا ندي فرصة للشعب إنه يشارك في حاجات كنا بنقولها للأسف مش عارف هي تندرج تحت بند الترانيم أو المدايح احنا بطلنا نقولها. يعني مثلا لو احنا داخلين على 50 كنا زمان بنقول عند شق الفجر باكر بطلنا نقولها، ممكن كنا بنقول قام حقا بطلنا نقولها. برضو في الأيام السنوي في ترنيم كنا بنقولها عربي وإنجليش اللي هي ليل العشاء السري، احيانا في يونان كنا بنقول ترنيمه يونان اسمع صراخي. ريتني افتك توضح لنا السور. دي كلها ترانيم، والترانيم دي بتعتمد على العاطفه اكتر من يعني التسبيح الله. انما لو تبص على المدائح اللي موجوده مثلا مدائح الصوم الكبير تلاقي كل مديحه مرتبطه بالاحد، النهارده مثلا احد التجربه، احد الانتظار، احد السماريه الى اخره. لكن فعلا كانت فترة كده انتشرت فيها ترانيم، وبعد كده بقى يعني دخلت في ترانيم تانية كثيرة يعني ملهاش علاقة بالذبيحة اللي موجودة على المذبح أو بإنجيل القداس. فعلشان كده يعني احنا خلينا نلتزم بالمدائح اللي الكنيسة اعتمدتها وعاديا بيبقى ليها علاقة زي بإنجيل القداس أو ليها علاقة بالتناول وسر الإفخارستية، ده يكون أفضل من الترانيم، خصوصاً الترانيم دي لم تعتمد من مجمع مقدس ولم تعتمد كصلاة لتورجية ممكن نستخدمها في صلوات القداس الإلهي. تفضل. نيافتك قلت ان ممكن الدياكون يناول الدم بس، هل في قدسيه الدم او قدسيه الجسد اكتر من الدم ولا لا؟ ملهاش علاقه بالقدسيه، ده جسد المسيح ودم المسيح. لكن هي نقطه تنظيميه، يعني نقطه تنظيميه هو ممكن يساعده مين بيناول الجسد. اللي بيناول الجسد ابونا اللي هو ماسك القداس اللي هو بيستلم، فلما بيكون معاه دياكون فالدياكون بيساعده في تناول الدم. لو معاه كاهن تاني كان التاني هو اللي هيساعده بس، لكن مفيش حاجه اسمها جسد اخلص من الدم. سؤال تاني نفتك، ليه الشماس يقدر يلمس الاواني بفوطه وما يلمسهاش بايده؟ الشماس كامل ممكن، لكن الشماس اللي بيدياكون مسموح له ان هو ينشف الاواني بفوطه او يمسكها بالفافه مش بايده.
للإبدياكو. الصليب وخطبة مريم ده كل ده صلوات غير الليتورجية وهي مبنية على المشاعر والعاطفة. وسيد المسيح قال ليها يا بنات أورشليم لا تبكين علي لا تبكين على أنفسكن. فنقعد ننوع ونقول لحبيب وحبيب الكلام ده مش يعني قارن ترنيمة كده كلها مشاعر وعاطفة تقطع القلب وقارن بين الألحان اللي مليانة لاهوت زي لحن المونوجينيس ولا يقول لك قدوس القوي الذي أصهر بالضعف ما هو أعظم من القوة ولا بيكسرونوس كرسيوكا يا الله تلاقي سماء وأرض يعني أنت بتقارن إيه إيه. فزي تاخد تهبط بمستوى صلوات الجمعة العظيمة لمستوى مجرد مشاعر وواحد كده يعني عمال يبكي لا لا ده كلام. طب اتفضل في كذا واحد رافعين إيديهم. طب بص أنا هاخد الثلاثة اللي رافعين إيديهم دول ونكتفي بكده عشان لسه في تسبيحه ورفع بخور عشيه صلاه مساء الاحد فناخد الثلاثه دول لسه هيكون لنا اللقاء الثاني مع الشمس. اتفضل. طيب قانون الايمان في اسبوع الالام يعني كان في فتره كان لحد يوم لحد العيد بيتقص او في جزء بيتشال وبعد كده ليتر اون بقى ان قانون الايمان بيتقال كامل وان هو ما ينفعش قانون الايمان يتشال جزء منه او في جزء ما يتقالش. لا انا احكي لك القصه. اسبوع الالام طول عمره قانون الايمان ممكن مش ممكن يختصر فيه مثلا نقول وتالم وقبر وبعد كده يعني حسب الخميس العهد بيختصر فيه واسمه ايه ده وسبت العازم. المشكلة حصلت إن بعض الناس جم في الخمسين المقدسة طول الخمسين ويقول وقام من الأموات نعم نعم بروح القدس لغاية عين الصعود وبعد الصعود يقول أصعد إلى السماوات جالس على اليمين. فهنا المجمع المقدس قال ما ينفعش نقعد شهرين في السنة ما نقولش قانون الإيمان كامل إنما ده يوم خميس العهد ده يوم واحد وسبت النور ده يوم واحد فدول يومين والكنيسة كلها عايشة في يعني الزمن النهارده لسه المسيح ما اتصلبش في معاد صلب الى اخره. لكن قانون الايمان يقال كاملا في طول اسبوع يعني الخمسين المقدس لكن في خميس العهد وسبت النور نراعي فيه الطقس بتاع الكنيسه بتاع طقس اسبوع الايمان. في اثنين تانيين كانوا رافعين ايديهم. بالنسبه لينا كلنا في مروحنا للاشغال بنسوق مسافات طويله ممكن نص ساعه اقل حاجه واكثر والشمامسة اللي بيشتغلوا الشباب بيركبوا عربيات ممكن يشغلوا قنوات بندورة وأغاني وحاجات زي كده. هل في اقتراح يبقى في مثلاً FM channel على الراديو تبص ألحان تبص حاجات بحيث ان احنا حتى السيديهات بطلت دلوقتي يبقى في قناة يبقى باستمرار في up to date ألحان وتوجيهات وعظات وحاجات زي كده كنستغل الاوبشن هنا في أمريكا التكنولوجيا. كان في مصر بيشتغلوا الأداديس على الإف إم كنوع من أنواع الانتشار يعني. فده اقتراح. أنا مش شاطر في التكنولوجي بس أنا مش شاطر في التكنولوجي بس أنا عارف إن في ساوند كلاود وعارف في يوتيوب. أنا عايز أشتغل ولا أنا عايز تبقى زي إذاعة يعني؟ زي إذاعة لأن اليوتيوب محتاج أقف وأتفرج على فيديو لكن في ناس بتسوق مسافات بالساعة. ساوند كلاود لو أنا شغال وبشغل مثلا إف إم بس ساوند كلاود أوديو ممكن ساوند كلاود اوديو فممكن ما عنديش انا اصلا وبعدين في حاجات كتيره زي في حاجات كتيره بتبقى في لايف ستريم يعني لكن شو فكره يعني مش عارف حكايه ال during the distribution some churches organize the deacons by rank. You said that they—it's not a promotion.
when you get ordained a subdeacon or a reader, why do we organize them by rank for the distribution? طبعا لو لو الكنيسه نظمت التناول يعني يور كوميونيون ان اوردر يعني زي ما احنا لما يكون مثلا في اسقفه وكهنه الاول بيتناول الاسقفه وبعدين بيتناول الكهنه وبعدين الشمامسه اله نظام فطبعا من الافضل ان يعني لو في عندنا كذا لايك يتناول الاول بالصديكونز وبعدين يتناولوا الدياكونز سوري نخمصص وبعدين بسلطس وبعدين نوزع لو كنائس اهتمت بتنظيم التناول بالطريقه دي تبقى دي حاجه كويسه لكن ده مش معناه ان دولت ارقى منه او دولت اعلى منه فكره الترقيه نفسي انها تتلبى انما ده نظام يعني النظام في الكنيسه زائد برضه في بعض الناس يحسوا ان الاكثر اهميه هم اللي يتناولوا في الاخر فتلاقي بعد مثلا يروح خلص التناول ابتدى يطلعوا له بقى ناس كده من الشمس كانوا مستخبين فيه يعني فيعني اتناول في الاوردر بتاعك لو انت صديق اتناول مع صديق لو انت غنص اتناول مع غنص ما تعطيش في اخر الجلسه يعني واحد ما خدش لسه الجسد طب وبعدين الجسد خلص يعني انت هتجيب لك جسد منين يا اخي ف anyway هو الجسد ده اخر سؤال كده قلنا ثلاثه دول اربعه Okay, I'm gonna bring it back to the taranim question. So, يعني, what classifies something as a taranima or a lahn? Like, مثلا في المدائح. Okay. الكنيسة اعتمدت ده وسط المدائح بتاعتها القانونية يبقى الكنيسة كلاسفاي ده as مدائح. لو الكنيسة قالت مش موجود في كتاب المدائح يبقى ده مش مدائح. So it's not more related to like النغمة or a tune عشان مثلا يعني في مثلا مديحة النفادين دعانا دي يعني دي موجودة في الكتب أو مثلا يا ربنا مولى السلام في الخمسين دي موجودة بس المديحة بتاعتها مش على نغمة المدايح الباقية and it's more like simple ف يعني how do we know like مثلا not the last supper أو النفادين دعانا ترنيمة أو ازاي هم أضافوا النفادين دعانا ازاي أضافوا يا ربنا مولى السلام يعني حق مدرسة جديد بس خلاص يعني من احنا صغيرين لان كتاب المدائح اللي هو معتمد اللي عليه درس البركه من ايام البابا كيرلس الخامس هو ده كتاب المدائح اللي احنا بنستخدمه فخلاص يعني بصينا يعني ده واخد اكشلي اعتماد من الكنيسه فكل ما موجود فيه بنعتبر ان هو ده الكنيسه اعتمدته انما حاجات خارج ما الكنيسه اعتمدته بنقول لا يعني مش هتضيف حاجه ثانيه ممكن بقى لو حد قضاء يعني قدم ده للمجمع والمجمع اعتمده وتضاف الى المدائح مفيش مانع ودي تزود لي يعني ثانك يو انك قلت الحكايه دي دلوقتي بقى كل قديس يعني ملهوش مديحه ولا زبزبوجيه الاقي حد راح كاتب زبزبوجيه وحد راح كاتب ابصانيه للقديس ده ويبعتوها لنا يقول لك زودوا دوت في كابتن كريمر وفي نفس الوقت يعني ما عدتش على لجنه الطقوس ولا لجنه الليتورجيات وابتدى النهارده السوسيولوجيات يعني خلاص اي واحد يقدر ياخد له كام كلمه كده ويعمل سوسيولوجيه او يعمل مديحه وابتدت تبقى في مدائح ركيكه جدا يعني احيانا في مدائح للقديسين ركيكه جدا لان اللي الفها بقى هو عنده موهبه التاليف ويعني فانا يعني خطوره جدا ان نبتدي نزود حاجات مش لازم كل قديس يقول له مديح، مش لازم كل قديس يقول له صليب، مش لازم كل قديس يقول له صليب، مش لازم، وبعدين اللي يعني عايز يألف حاجات زي كده يبعتها للمجمع المقدس تاخد الأول بروفة وبعدين تنشر، لكن في حاجات كتيرة النهارده اتنشرت وألاقي واحد جايب لي إن دي صليب مش عارف مين، معرفش مين كتبها ويقولك ممكن تسألتهم على كابتن كريمر نعم؟ أو صلاة الإسم بس يعني في صلاة إسم يمين وشمال معرفش مين كتبها ولا مين حطها ولا مين جمعها عشان كده احنا وضعنا يعني we did not include it في الخلاجي ولا في كابتن كريمر يعني الإسم اللي هي ليها
هي دي اللي احنا حطيناها في كاب تكريم. انما اسم كتيره 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 ما اعرفش جت منين وما اعرفش مين كتب، وهل هي عدت على المجمع المقدس ولا لا. فيعني مش كل حاجه تتكتب وتتنشر في كتاب وقول صلوات قصر بقت قصر معتمده في الكنيسه والطيبه والسلسله. نيافة الأنبا متاوس له شرح لذيذ على الحتة دي، بيقولك لما تيجي لفافة تنشأ كده بدري أكيد مثلا الواحد بيوضب بيته عشان ضيف جديد جاي، فقعد يوضب يوضب ويفرش كده، وأول ما الضيف راح داخل رحنا شايلنا كل الستاير والسجادة اللي محطوط كده. فأنا كنت بالظبط كده، يعني المسيح موجود معانا على المسبح، يعني يمكن لما بقول يغسل الأواني يعني خلاص يعني ناول الجسد والدم خلاص بنغسل الأواني، يجوز هنا إن اللي عايز يلم النفايف أو من الأفضل ينتظر لغاية صرف ملك الذبيحة، مش تفرق الثلاث أربع دقايق دول يعني. لكن طبعا طالما يوجد أجزاء من الجسد أو جواهر لسه بتتناول أو الدم لا يجوز إن احنا نلم الفرش، لأن لسه المسيح معانا جسديا مع الناس هو موجود معنا في كل وقت يعني، بس موجود معنا في جسد الدم معنا في الناس. طيب اكتفي كده اتفضل. يا ربنا يسوع المسيح يا من صام عنا 40 يوما و 40 ليلة اقبل بيت صومنا اغفر خطايانا اسمح عن اثامنا امنحنا كمالا يا المسيح الذي يرضيك كل ايام حياتنا بالسؤالات والطلبات اللي ترفعها من كل حين. والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وسيرسوف الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والنساك والسواح والعباد المجاهدين الذين أرضوا رب عمانا من صلاح الرحيم، بركة ملكاتنا اليوم، بركة قديس هذا اليوم، بركة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل وقديس محمد معمدان وسادات الآباء الرسل، بركة مرمورس جاروز الدار المصري، الشهيد العظيم ملك الكركس والشهيد العفيفة دميانا، بركة الأنبا أنطونيوس الأنبا إسكام والقائل أنبا موسى، وبركة سيد العزراء طهرة مرت مريم، وبركة الصوم الكبير الرزم والخصم الصالح، وبركة سيد العزراء طهرة مرت مريم أولانا وأخيرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم قوتهم ومعاناتهم شفاعتهم وهبتهم تكن معنا جميعا آمين بخريستوس من نوتي آمين. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم. في نوم مبارك، تعالوا خدوها بسرعة، بعد كده تسبيح على صلاة مساء. تفضل.